فيه. اه الاشمينه. اذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء من امام سوق الجمله للسمك، ومع خونا عز الدين. جينا اليوم نشوفوا الاشمينه ديال بعض انواع السمك. الدبدوب هذاك خويا عز الدين، فرق صغير. السلام عليكم بعد. عليكم السلام خويا. دير عندي خويا. الله يحفظك اخويا. الله يكرمك. الحمد لله. الله يسلمك. لا غادي نحكي. الناس غادي يبغوا يعرفوا بعض انواع ديال الحوت. والاشمينه ديالهم كيفاش دايره. فرشيفاه نوقوس كيفاش دايره. دابا هاد فشامه البجو هذا تيقولوا لي فشامه، هذا داير 55 درهم. تناخذوا حنا ب 45 درهم 55. الدبدوب هذا 60 درهم داير. هذا كيعمر هذا الحوت ديال 60 درهم. فهمتي. والسردين؟ السردين 260 الف فرنك. 260 الف فرنك. بزاف هنا ديال الناس كيسولوا على السردين. ها هو السردين 260 الف فرنك ما بينه وبين. هذا السول. السول 60 درهم. 60 درهم. هذا السول خويا عز الدين، واش هذا السول واش هو اللي كناكلو عند الحواشه؟ لا. اللي كيديروا لنا صحابنا. لا السامدي هذه. ولكن شاهي مليحه هذه. شاهي مليحه. السول هذه. هاكا. دابا الناس ما كيعرفوش لها. بزاف ديال الناس ما كيعرفوش. لا راه هذيك حسن من هذيك، دابا هذيك تيعرفوا ليها الحواشه، ولكن دابا الناس تيعرفوا الكاليتي ديال السول. فهمتيني؟ ولكن السانديه زوينه. دابا هذه بشحال هنا؟ بشحال تاخذها؟ بشحال؟ هذا خويا خذينا حنايا ب 900 درهم. يعني بشحال تباع في السوق؟ اشبيعو ب 60 درهم. 1200 في السوق. 1255 درهم. 1200 1100 في السوق. 55. تبارك الله. الا شدك السوق غتبيعو ب 1000 ريال. هاكا. الا شدك السوق زعما هي اللي ما كانتش ميسره. هاكا. تبارك الله وصلاح. هادو اخويا. هذا الفرخ. تقولوا لهم الكليبات هذا الفرخ هذا. اللهم هذه لاباطيش، كاين الناس تقول لها الميرو. هذا لاباطيش. فهمتي. هادو كاملين حوت ديال العماره. هذا ديال العماره. هذا الفرخ هذا تقدر تعمر به، تقدر تخليه تبيعوا لهم المش، يقولوا لهم راه الفرخ. هذا هو الفرخ، هذا هو الفرخ الحر الشيء. هو مرحبا بك. زيد تبارك الله، كاين الخير عاد تي خويا. الحمد لله. انا فضل من الله. هذه لي سبادو هذا هذا. هذا بحال داك الطرف ديال الجيكو اللي كيبينوا في طامو تجيري. خو بحالو. هذا الخير ديال الله عز وجل. اللهم بارك. هذا تا هو محسوب على الفرخ، تا هو بحال الفرخ. لا 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 شكل على الفرخ. هذا تقدر دير قطبان كذا. هذا داير ما بين 90 درهم شي بلايص تيبيعوا حتى 140 درهم 130 درهم. فهمتي. هذه هي الهبره دابا ديال الحوت وصافي. هذا هو اللب ديال الحوت. شو راه غالي تبارك الله. اللي باغي يضرب لي سباد شي حاجه مليحه. اللهم بارك. هذه الحجله تيقولوا لها احسن ما كاين، ولكن تيعرفوا ليها هما. كاين اللي تيبيعها هذه في بلاصه لي سبادو في الريستورون. هذا احسن ما كاين. هذه كيفاش دايره منقطه؟ هذه تقول لها الحجله هذه احسن ما كاين في الحوش. فهمتي صافي. وكاين لاك لاس كنا بين قلبها خليه نوريه عليك. خويا دير تقريبا ديك 65 70 درهم. 65 70 درهم. يمكن لنا نحط النمره ديالك واحد الدين بالنسبه للناس اللي بغي شي حاجه ديال الحوش. مرحبا يا حنا نخليو لكم النمره تاع عز الدين. عرفنا هذا الشيء عجبكم، شهيناكم على الصباح. شحال 06 30 37 37 14. هذه النمره ديال عز الدين اللي بغى الحوش ولا شي حاجه يعيط يسول. تبارك الله. هاد لي سبا ياك؟ لي سبادو. لي سبادو اللهم بارك. هاد السويلات هذا احسن ما كاين الناس. هذا احسن ما كلودو ولا كيكونكو. ما كلودو. اللهم بارك. خير ديال الله تعالى. الحمد لله. اللهم بارك. الحوت كيجيك هاد الايامات خويا الدين غالي خويا؟ كاين شويه الحوت شويه قليل. فهمتي الحوت شويه قليل اليوم بالاخص اليوم. وكاين تامن. كاين الثمن شويه بحال دابا هذا خويا كاين اللي تيبيع ب 1000 و 1200. هذا انا خديته تقريبا شي 900 درهم هذا اليوم. فهمتي بروفيت تقريبا ديك 1100 1000 درهم الا بغيتي شي حاجه مليحه. فهمتي. يعني كاين الثمن. السردين تا هو راه فيه وفيه. لا هذا تبارك الله بان لي سريد. دابا فهمتي السردين تا هو فيه وفيه. كاين ديال الصحراء هي ناقص شويه داير ديك 100 درهم. هذا خويا داير 200 درهم 180 درهم. اللهم بارك. 180 فهمتي.
حنا تنزوقوا به هذا ماشي ما عليكش تعطيو الناس ياكلوا فهمتي اللي جاي ياكلوا 9 دراهم 10 دراهم عطي طيب. الناس ياكلوا فهمتي معقوله كلشي ياكل هذا هو اللي كاين فهمتي المهم ودي البنادم الجوده ودي ليه المليح فهمتي دي مع بنادم الاجر هذا هو اللي كاين الحمد لله هذا هو اللي كاين دي البنادم يسنى شي حاجه مليحه تبارك الله التوفيق من الله والحريفيه هما اللي تيدي لا كلاص تيدي معاه لا كلاص لا كلاص بالزيت شي اللي ما يبانش كاز لا كلاص عرفوا راه ما حريفي ما والو فهمتي بنادم يقلص السلعه ديالو خصوصا في ظل الانسان يعطي الحوت يعطيه لا كلاص باش يبقى مليح يبقى في الطراوه ديالو مش الحوت مضروبه في الشمس مضروبه في الروينه والقيامه فهمتي وكتخليه بحال تخليه في الشمس شويه صعيب الحوت تيبغي تضل معقوله معقوله خويا يسر من الله عز وجل تبارك الله عليك الله يحفظك والله يسر لك شارك منور الله يطول لي عمرك خويا السيد الله يحفظك ليه اذا متابعينا الكرام السيد الله يسهل عليك والله يجيك تيسي يا ربي صافي صافي خلي اذا متابعينا الكرام من امام سوق الجمله للسمك جينا شفنا الحوت والاثمنه ديالو خلينا لكم النمره ديال عز الدين اللي غادي يبغي يتواصل معاه عنده تبارك الله سلعه نقيه والحوت طري تبارك الله خلينا لكم النمره بالنسبه للناس اللي بغيو يتواصلوا معاه تبارك الله عليكم والى اللقاء.